بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أرحب بفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والوفد المرافق لسيادته في أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، وأؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا. ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نموا مضطردا خلال تلك الفترة. فمصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين. وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون. السيدات والسادة، أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. وأعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. يهمني كذلك الترحيب بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، ونتطلع للبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشعبة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة. كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار. وختاما، فأنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في إبريل القادم لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك. مرة أخرى أرحب بك فخامة الرئيس، وأرجو أن تتفضل بإلقاء كلمتك. شاكرا.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والسادة والسيدات الإعلاميين، أحييكم بكل محبة واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني لا سعيد بأن أكون هنا في القاهرة مرة أخرى بعد فترة طويلة وهي 12 سنة، وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى الرئيس السيسي وجميع الإخوة المصريين على حسن الاستضافة والحفاوة. قبل الحديث عن حديثي أيضا تفاصيل لقائنا هنا، أود أن أعرب عن تمنياتي بالشفاء العاجل للذين أصيبوا في مدينة أرزنجان التركية، وللأسف الشديد هناك وفيات 9 من أيضا العمال في المنجم قد فقدوا أرواحهم، وأعمال البحث مستمرة، ووزير الطاقة ووزير الداخلية قد كلف بأداء مهمة هناك، متابعة الأعمال أيضا، ونحن نتلقى معلومات. و349 مختص إلى جانب 886 أيضا من فرق داعمة وأدوات مستعدة، مثل 44 مولد طاقة وأكثر من 300 أدوات وآلات للإنقاذ، إلى جانب 6 طائرات مسيرة تعمل هناك، ونحن سنعمل حتى نصل إلى هؤلاء المواطنين، وأسأل الله أن يحمينا من جميع الآفات والبلاوي. أيها الإخوة، نحن في الواقع نتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يمتد لما يزيد عن 1000 سنة، ونحن نريد أن نرتقي بمستوى علاقاتنا إلى المسار اللائق، ونجد بأن الإرادة نفسها موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وقد أعربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل اجتماع أو عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأعتقد أن هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية. واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، كما أننا عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر، وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا. كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي. ومجال الصناعات العسكرية والدفاعية يعتبر مجال تركيا قد أثبتت قوته فيه، ويمكن أن نطور علاقاتنا أيضا في بناء على الطاقات الكامنة بين البلدين، ويمكن أن نطور علاقاتنا وتعاوننا في مجال الأنجي ومجال الطاقة، وإلى جانب أيضا يمكن أن نعزز روابطنا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية، وسنبذل قصارى جهدنا. وكذلك إن معهد يونس أمرا في القاهرة يعتبر أكبر فرع لمعهد يونس أمرا في العالم من حيث الإقبال عليه لتعلم اللغة التركية، وفي السنة الماضية فقط قد تم تسجيل 22 ألف
ألف طالب مصري في هذا المعهد من أجل تعلم اللغة التركية، وهذا يبعث على السرور والسعادة. أيها الإعلاميون، إن ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية كان قد تصدر جدول أعمالنا اليوم، ومن خلال الهجمات الإسرائيلية إلى حد الآن قد استشهد أكثر من 28 ألف فلسطيني، كما أنه أصيب ما يقارب 70 ألف فلسطيني بريء، وقد تم استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات ومباني تابعة للأمم المتحدة. وإن إدارة نتنياهو فقط استمرت بسياسة الاحتلال والقتل والمجازر أيضا رغم ردود الفعل العالمية أيضا. ومن أجل إيصال المساعدات إلى غزة يعتبر من أولوياتنا أيضا. ومن إلى حد الآن من بلدنا قد أرسلنا ما يزيد عن 31 ألف طن من مساعدات إنسانية أيضا، ولا شك نحن نقدر هنا دعم جهات مصرية أيضا. وأشكر كذلك الهلال الأحمر المصري وكذلك وزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المصرية في هذا الأمر، وإلى جانب مساعداتنا الإنسانية أيضا، وقد استطعنا أن ننقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع المرافقين إلى تركيا، وكذلك الخبراء يتباحثون فيما بينهم من أجل بناء مستشفى ميداني في غزة، ونحن نتطلع إلى دعم إخوتنا المصريين لبناء هذا المستشفى الميداني قريبا. وإن المبادرات لتهجير سكان غزة بحكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن نقبل بتطهير غزة من السكان كليا، ونحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر أيضا. وإن إدارة نتنياهو فيستمر في مجازره، وهو عليه أن يكف عن أن ينقل مجازره إلى رفح أيضا. وكذلك إن المجتمع الدولي أيضا يجب أن لا يسمح بهذا التصرف الجنوني، ومن أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر أيضا. وعلى مدى متوسط فإن إعادة إعمار غزة وتضميد الجروح يتطلب منا العمل المشترك، ونحن جاهزون للعمل مع مصر في هذا الشأن أيضا. السادة والإعلاميون، وفي لقائنا مع الرئيس مع فخامة الرئيس تطرقنا إلى مواضيع ليبيا والصومال والسودان، ونحن أكدنا حرصنا على الوحدة الأراضية لهذه الدول الثلاثة وأمنها واستقرارها. ونحن في أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو في أي مناطق التي ترمتنا بها علاقات تاريخية وتعلق قلبي بها بأن يحدث أن تحدث أي حرب أو حالة عدم استقرار، ونحن عازمون على أن نستمر في التنسيق والتعاون مع مصر في تناول وتباحث كل هذه المسايا والقضايا العالمية أيضا. وأنا بهذه الكلمات أجدد شكري الخالص لفخامة الرئيس، وأتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا ولمنطقتنا وللعالم برمته.